مرحبا، أنا المحاضرة هلال أوزتورك، رئيسة برنامج التوثيق الطبي والسكرتارية. برنامج التوثيق الطبي والسكرتارية هو برنامج تصاعدت أهميته بشكل كبير، خاصة مع تزايد عدد المستشفيات المتسارع. يمكن للطلاب الذين يدرسون في هذا البرنامج العمل في معظم الأقسام الإدارية للمستشفيات. يمكنهم دراسة هذا البرنامج الذي يحظى باهتمام حكومي كبير، خاصة في السنوات القليلة الماضية في جامعة تقع في وسط إسطنبول مثل جامعتنا، حيث يتم تنفيذ تطبيقات مختبر الصحة والكمبيوتر وكذلك تطبيقات برنامج المستشفيات. بعد تخرجك من الجامعة ستبدأ حياتك المهنية خطوة واحدة إلى الأمام، حيث ستتعلم المصطلحات الطبية واللغة الإنجليزية بشكل جيد للغاية، وسيتم تقديم تقنيات المراسلات والملفات بأكثر الطرق تفصيلاً، وستتعلم المجاملة والآداب. مع فرص التدريب في المستشفيات العامة ستكون أنت الدعامة الرئيسية للمستشفى عندما تتخرج من هذا البرنامج، حيث ستتعلم برامج المكتبية وتتقن جميع الوثائق الطبية. إذا كنت تقول لماذا جامعة نيشانطش؟ فإن حرمنا الجامعي يحتوي على مساحة مغلقة تبلغ 106,000 متر مربع، وهناك 124 مختبر تطبيقي. الطلاب الذين يدرسون في حرم مسلك نيوتك ليسوا مستعدين للدروس فقط، ولكن لحياة اجتماعية غنية. مع نهج التعليم 5.0 لا نريد أن نقدم لك شهادة جامعية فقط، بل أيضا الكفاءة المهنية والتفكير وتوليد الأفكار. بالإضافة إلى ذلك يمكن لطلابنا تطوير أفكارهم التي يمكن أن تتحول إلى عمل في مكتب نيشنوفا لريادة الأعمال. برنامج التوثيق الطبي والسكرتارية هو برنامج لمدة عامين، ولا يتم قطع منحة الطلاب المنح الدراسية حتى تخرجهم. يمكن للطلاب الذين يرغبون في الانتقال إلى برامج الأربع سنوات حضور دورة اختبار الانتقال العمودي المجانية بجامعة نيشانطش. يمكن أن يقوموا بدراسة قسمين بشكل مزدوج أو دراسة قسم آخر ثانوي بما يتناسب مع قسمنا. كذلك يتم توفير شهادتي دعم كل عام لزيادة خبرة خريجينا. بدعم من مكتبنا الدولي نضمن حصول طلابنا على فرصة التعليم والتدريب في الخارج. من أجل تحسين لغتهم الأجنبية يمكنهم إكمال دروسهم التحضيرية في اللغة الإنجليزية في معاهد جامعة نيشانطش في لندن ودبلن. ندعو جميع الطلاب المرشحين الذين يرغبون في الدراسة في برنامج التوثيق الطبي والسكرتارية إلى جامعة نيشانطش.